رجل تزوج ومرت عليه 7 أعوام أو 8 أعوام وما عنده ذرية. الرجل والمرأة راجع الأطباء بعد المعالجات المستمرة الممتدة، الأطباء قالوا لا يوجد هنالك أمل، والخلل في الرجل والمرأة، الخلل في الجانبين، الإشكال في الجانب، هل يوجد هنالك أمل؟ من الناحية العلمية ماكو هنالك أمل، ولكن المؤمن حتى إذا الأطباء يقولون ماكو أمل عنده أمل. هذه القضية من الكويت. ذهب هذان الزوجان إلى أحد العلماء فأعطاهم قند قرأ عليه حديث الكساء، مكعبات السكر، وأعطاهم تربة سيد الشهداء، وأعطاهم ماء زمزم، وأعطاهم أكو هنالك ماء يجري بقرب ضريح أبي الفضل العباس صلوات الله عليه. من ذلك الماء الرجل والمرأة تناولا هذه الأشياء المتبركة، وما مضت إلا مدة قليلة وإذا بآثار الحمل تظهر على هذه الفتاة، هذه المرأة. وولدت هذه المرأة 3 توائم.